احنا لم نفلح في تنفيذ الخطط التي كانت تهدف الى توطين 2.3 مواطن مصري في مناطق سيناء لاسباب عده. ابرز هذه الاسباب ان احنا كنا بنعتمد على خطط طويله المدى ولا يتم متابعتها بشكل دوري، وهي كان المشروع القومي لتنميه سيناء واللي بدا في 94 وكان مقدر لي انه يستثمر في 110 مليار منها 64 مليار في شمال سيناء. هذا الرقم يبدو الآن رقم ضئيل، ولكن في المرحلة الحالية نحن نتكلم عن 175 مليار بالفعل بدأ تنفيذ مشروعات بها، ثم 100 مليار أخرى، وسيرتفع الرقم إلى 400 مليار. احنا نتكلم عن مشروعات للتنمية في محور قناة السويس، عن مدينة سلام دي عند بورسعيد، ودي ستكون العاصمة الاقتصادية لمصر. احنا بنتكلم عن جامعات، بنتكلم عن تجمعات تنمويه، اكثر من 18 تجمع تنموي في شمال وجنوب سيناء. احنا بنتكلم عن مدينه الاسماعيليه الجديده التي تستوعب اكثر من 300,000 مواطن، بنتكلم عن السويس الجديده 45,000 مواطن، بورسعيد الجديده كمان، بنتكلم عن اعاده انشاء مدينه رفح 10,400 وحده سكنيه، بنتكلم عن مزارع سمكيه، عن صحاره تنقل مياه النيل ويستهدف هي سرابيوم والمحسمه، وده بيستهدف ان يعبر الى سيناء مليار متر مكعب، وده هيغير شكل الحياه. احنا الاول حاولنا نعمل عمليات استثمار في وسط سيناء عن طريق اقامه مصانع، وفي النهايه استقر الامر على مصنعين احدهم تابع للدوله. استاذ صلاح، يعني ذكرت ان الخطط السابقه فشلت او لم تنجح، ما الذي سيميز هذه الخطه تحديدا؟ هل ستكون اقصر مداها اقصر؟ ما الذي يمكن ان يميزها ويجعلها يعني تنجح؟ حاجتين مهمين، اولا تخلينا عن فكره انه يكون التنفيذ والاشراف في يد جهه واحده. صدر القرار رقم 14 لسنة 2012 بإنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء، وهو اللي فصل ما بين الجهات المشرفة على تنفيذ المشروعات وهي الوزارات والهيئات التابعة للحكومة، وبين الجهاز نفسه وهو المسؤول عن الإشراف والمتابعة لهذه المشروعات. دي حاجة. الحاجة الثانية أنه رغم التحديات الأمنية اللي احنا بنتكلم عليها، وكل يوم والتاني عندنا حادثة قد تكون مفجعة للمجتمع المصري، ولكن المشروعات التي يجري تنفيذها من ضمنها كمان مشروعات جامعات، مشروعات مستشفيات، حتى المناطق اللي فيها أزمات اللي هي المنطقة من العريش وحتى رفح، دي المنطقة اللي فيها مواجهات وعمليات إرهابية، جاري تطوير مدينة العريش في أكثر من حاجة. هي الإشكالية المهمة أنه المواطن اللي ساكن في هذه المناطق لم يشعر بأثار هذه التنمية، لأن معظم عمليات التنمية حتى اللحظة صحيح. في شغل حاصل في محور قناة السويس، في جنوب سيناء، في منطقة بئر العبد، لسه العمليات المستهدفة في منطقة العريش وفي منطقة رفح ما بدأتش، وإن كنا اقتربنا من الانتهاء من إنشاء مدينة رفح الجديدة. طب كيف يمكن يعني نقل هذه التنمية إلى المواطن في هذه المدن؟ فرص العمل التي ستتيحها المشروعات التي تنافس، احنا بنتكلم عن منطقة صناعية روسية بتكلفة 4.5 مليار، صحيح الرقم مش كبير، لكن بنتكلم أيضا عن مشروعات أخرى على محور قناة السويس. فالمسألة تتطلب كمان عشان يحصل عمليات توطين وإقبال من المواطنين المصريين، نبحث عن أنشطة تتيح عملية التوطين على رأسها عملية الزراعة.